دخل علي رضي الله عنه وكرم وجهه على سيدنا عمر بن الخطاب وعنده امرأة يحاول أن يقيم عليها الحد، لأنها ولدت عند 6 أشهر مع زوجها، وهم المعروف أنها 9 أشهر، ده المذكور الشاهد. فقال له علي، يقول العمر، قال له على رسلك يا ابن الخطاب، لماذا؟ قال له ولدت، بيقولوا انها ولدت من 6 أشهر. قال له يا اخي اقرأوا القرآن، اليس يقول الله وحمله وفصاله 30 ايه شهرا؟ يبقى الحمل ايه والايه ايه والرضاعة ايه، وبعد ذلك يقول في آيات أخرى وفصاله في عامين. يبقى الحمل كام؟ ما في عامين يبقى 24 شهر، مش كده؟ ويبقى كمل بقى، هات الحمل يبقى واخد كام؟ يبقى واخد 6، يبقى أقل الحمل 6. قال عمر رضي الله عنه بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن. ما شاء الله، بئس المقام بأرض. كان بيحل لهم الايه مشاكل، لانه هو كان مشهور في الفتية يعني. ليه؟ لان علي كرم الله وجهه دخل الاسلام وهو صبي صغير، فكل المعلومات التي دخلت عقله معلومات اسلاميه، انما اللي قبل كده كان ايه، معلومات من قبل كده جاهليه ومعلومات لخبطه من هنا ومن هنا، انما هو كل الخميره اللي عنده اسلاميه. ولذلك لما انتقل رسول الله وبعدين هو شغل بتجهيزه، واجتمعوا بقى في الايه سقيفة، وبعدين الانصار لانهم هم اللي نصروا الدعوة، وهم قالوا منا امير ومنكم امير، يعني يبقى امير من الانصار وامير من الايه مهاجرين. سيدنا علي لما بلغوا الامر قال لم تحسنوا حجاجهم، فقالوا وكيف؟ قال قولوا لهم الم تسمعوا قول رسول الله إذا ملكتم فاستوصوا بالأنصار خيرا؟ قالوا ما في هذا. قال لو كانت الوصية بهم، لو كانت الإمارة فيهم لم تكن الوصية بهم. لو كانت الإيه الإمارة فيهم لم تكن الوصية. طب هم قالوا ان احنا اللي عملنا واحنا اللي عملنا واحنا اللي عملنا وايه قريش وايه مش، قال احتجوا بالشجرة واضاعوا الثمرة، احتجوا بالشجرة وأضاعوا الإيه. وهو له مع سيدنا عمر حاجات كتير، حاجات زي دي اللي الناس بدهم يفرقوا بين علي وبين إيه عمر، وبين زي الأيمين دلوقتي يلعنون عمر ويلعنون أبو بكر ومش عارف إيه، ويعملوا إنهم يعني مش فاهمين الحكاية دي أنتم. نقول طيب هو دخل مرة عليه وهو مغضب، ما أغضبك يا أمير المؤمنين؟ قال سألت حذيفة كيف أصبحت، فقال أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق وأصلي بغير وضوء ولي في الأرض ما ليس لله في السماء، ألا يغضب هذا؟ أم ضحك عليه وقال له صدق يا أمير المؤمنين. قال له أهو تقولها يا أبا الحسن؟ قال نعم، أصبح يحب الفتنة، يحب ما له وولده، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. طب ودي فيها ايه؟ طب ويكره الحق؟ يكره الموت، ومن منا يحبه يا امير المؤمنين؟ استعددنا له قوي يعني. طب ويصلي بغير وضوء؟ قال له على النبي صلى الله عليه وسلم. وله في الارض ما ليس لله في السماء؟ قال له نعم، له زوجة وله ولد. وربنا له حاجة من دي؟ نعم.